أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين من الفضائل وهي من جنود العقل الصدق ويضاده الكذب الصدق هو القول المطابق للواقع او للاعتقاد والكذب هو الاخبار بما لا يتطابق مع الواقع او لا يتطابق مع الاعتقاد الكذب هو التواء في الكلام وهو ام كثير من الخبائث لان الانسان اذا كانت اعماله صحيحه لماذا يكذب؟ لا يوجد خلل في عمله لكي يكذب لكي يغطي على ذلك العمل السيء فالكذب عادة يكشف عن التواء في النفس أو عن تجاوزات للقوانين الشرعية الإنسان لا يفي بوعده لماذا لم يفي بوعده مثلا لأنه كان كسولا فوعد شخصا بوقت لم يفي بذلك الوعد عندما ذلك الشخص يسأله لماذا لم تأتي على الموعد إذا يقول أنا كسلت فهذا قد يكون قبيحا غير مقبول فيضطر إلى الكذب اكذب كلام فارغ غير صحيح لكي يتخلص من آثار المخالفة طبعا هذه الحالة بالتدريج تستمر في الإنسان وكثير من الأحيان يكتشف كذب هذا الإنسان فيفقد كلامه قيمته الإنسان الكذوب لا قيمة لكلامه حتى إذا قال الصدق في بعض الأحيان ينظر إلى كلامه بريبه أما إذا الإنسان كان مستقيم في أعماله فلا يحتاج إلى أن يكذب، فيقول الصدق. وفي حديث مروي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه واله، وهذا الرجل كان عنده مخالفات وتجاوزات كثيرة، فطلب نصيحة من الرسول صلى الله عليه واله، فالرسول أمره بأن لا يكذب. فلما انصرف من عند رسول الله أراد أن يرتكب مخالفة، فكر أنه إذا آني خالفت وغدا الرسول سالني هل فعلت كذا؟ اذا اصدق ففي ذلك ذهاب لماء وجهي اذا بعض التجاوزات فيها عقوبه ابتلى بعقوبه اذا اكذب خالفت وصيه الرسول صلى الله عليه واله والرسول ضمن لي ضمن له الجنه اذا لم يكذب فترك هذه المخالفه لكي لا يكذب تغطية عليها مخالفة أخرى تركها أيضا لكي لا يكذب ومخالفة ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا الطاعة الأولى فعلها لأنه لو أراد أن يتركها لو سئل يقول تركتها من قصله أو يستحق العقوبة وإذا كذب فخالف الوصية التي تدخله الجنة فبذلك ترك جميع المحرمات وأتى بجميع الواجبات والطاعات فبناء على ذلك الكذب هو أم كثير من الخبائث في حين أن الصدق صدق يكشف عن صفاء النية وصفاء العمل ولذا الله عز وجل يقول إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين ويقول والذين لا يشهدون الزور في آية أخرى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت بعد بدر، بعد غزوة بدر الكبرى في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وعبيدة بن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله. وفي حمزه ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه واله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني حينما اسلموا امنوا بالله سبحانه وتعالى، تعاهدوا مع الله سبحانه وتعالى بان يلتزموا بكل اوامره فجاء الامر بالجهاد لم يتخاذلوا من ذلك ولم يفروا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه لان عبيده بن الحارث رضوان الله تعالى عليه ابن عم الرسول قتل في غزوه بدر ومنهم من ينتظر يعني امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ينتظر الشهاده لان الشهاده الله سبحانه وتعالى قدرها له وما بدلوا تبديلا لم يبدلوا الإنسان الكذوب يبدل يعد ثم بعد ذلك يخالف الوعد، وأيضا الكذب يكشف عن حالة من النفاق لأن الظاهر يخالف الباطن، وكلما خالف الظاهر الباطن كان حالة من النفاق، فلذلك الكذب هو نتيجة للنفاق، نتيجة لإلتواء النفس، أما الإنسان إذا ازال عن نفسه صفه النفاق، واذا التزم بالواجبات وترك المحرمات فلا يكون بحاجه الى الكذب اصلا بل يشعر براحه بالبال، الانسان الكذوب لا يشعر براحه البال لانه كل لحظه يحتمل ان ينكشف كذبه وان يراق ماء وجهه، وبالفعل يعني راح ينكشف وراح يراق ماء وجهه وراح يعاقب في الاخره على ذلك اكثر من ثمانين ايه في القران الكريم تنهى عن الكذب لانه, من لأنه ام الخبائث العمليه بسبب انه يجرئ الانسان على ارتكاب المحرمات فبناء على ذلك نحن نستثمر هذه الفرصه المباركه في هذا الشهر الفضيل لنربي انفسنا نبعد عن أنفسنا صفة النفاق نحاول أن يكون ظاهرنا وباطننا بشكل واحد أمام الناس وبعد ذلك ننتهج الصدق في كلامنا وفي الحديث الشريف النجاة في الصدق هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين